كاب اف ام الكلمة ليك. رجعنا لكم من جديد. هذه ريكاب. كنا سمعنا رئيسة النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أمال أمزابي، تومعنا هشام. هذه غنية زادة مزيانة اللي هي يوم ليك يوم عليك متاع ذكرى، اللي هي مبرمجينها من البارح بطلب مني أنا. لا مدام ظلي عندها هي زادة ذكرى عندك أنت. مرحبا سي هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. الو، اهلا سي هشام. مرحبا بك. اهلا وسهلا سيدي هشام، شنو احوالك؟ لاباس. اهلا بك سيده فاطمه. طبعا احنا اول سؤال بيان ايفيدامون ان شاء الله ما يكونش الاغنيه ميساج لنا احنا، يعني للهيكل. لا 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 لا، هذه الاغنيه هذه بطلب. تعرف الميساج نتاعك انت شنو هو؟ ساكن في حي السيده اللي سبقتها. انت كنت تسمع في الراديو ولا لا؟ لا هذوما يتبرمجوا من قبل بالنهار، فانا طلبت منهم ساكن في حي السيده، وطلبت من الأولاد هذه الغناية متاع ذكرى محمد، لأني معناتها أنا اكتشفتها بعد ما توفيت، معناها مش من الأول ما كنتش تخي الغناية هذه. الله يرحمها وكاو، معناها نيمواني بلوس. لا 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 لا، بعيد عن المساج هذا. اسمع، واللي نحب نقولوا لك همش نقولوا لك توا. إذا سي هشام، معناتها احنا تفاجأت أكيد وتفاجأنا الناس الكل بالاستقالتين مؤخرا. معناتها سؤال الحيرة اللي يتبادر لكل إنسان، لماذا الآن؟ ما هي الرسالة التي يمكن أن تفهم من خلال هاتين الاستقالتين؟ والله لماذا الآن، يعني ما نجمش نجاوب، حتى كي نجاوب من باب التحليل أكثر ولا أقل، يعني ما فماش سوابق، ما فماش حاجات صارت مثلا في المفترض. شوف، بالتأكيد أنت اشتغلت في جمعية وخدمت في منظمات، وأكيد تعرف أنه يصيروا خلافات في صحيح، وثم آليات لحل الخلافات هذه، والآليات يجب أن تكون ديمقراطية، يكون منصوص عليها في القانون أيضا. أيوة، يعني اليوم وقت نجيو في الأمطار الأخيرة، لأنه الهيئة كما قلنا أي الربع ساعة الأخير، صحيح الربع ساعة الأخير، والهيئة فهمتي عندها الندوة الوطنية الدولية اللي قامت بها، اللي هي استشارة حول قانون جديد ساهموا فيه صحفيين وساهموا فيه، يعني وفق يعني مقاربة تشاركية. مرعنا إلا صارت الاستقالة هذه. تعرف الهيئة منذ نشأتها وقبل نشأتها صحيح، يعني تعرضت إلى هجمات، يعني إصلاح الإعلام كما تعرفوا يعني مش من مصالح، فبالتأكيد يعني من الطبيعي جدا أنه أصحاب مؤسسات اللي كانوا يشتغلوا وحدهم في العهد السابق أنه ما لازمهمش اليوم، فهمتني، مؤسسات جديدة بالنوع هذا، يعني وهذا راهو طبيعي. ونحن مستوعبينه واستوعبنا كل الضغط الذي سلط علينا، والهيكة في نهاية المطاف فهمتي عملت كراسة شروط في نهاية المطاف. اليوم ثم نحو 53 مؤسسة إعلامية، أيوة، بين عمومي وبين جمعياتي، بين خاص، بين محلي، زادت بدينا في من خلال إجازة مساكن في خلق إذاعات محلية تجارية مش جمعياتية، فهمتني، الرؤساء مديرين عامين تم تعيينهم وفق حوكمة مش فقط عن طريق السلطة التنفيذية. لسانزي اللي هو أدوات الربط يتم اليوم تحريرها بالاتفاق مع الوزارة، وأي تلفزة أول ما تأخذ في الإجازة متاعها يحق لها تمتلك لسانزي، يحق للشركات الأخرى، شركات الإعلام السمع البصري، وخاصة كي يكون صحافي عنده 5 سنين من الخبرة يحق له أنه زاد يخرج في ظل أزمة الصحافة اللي موجودة ويشكل شركة وعنده عمليا الحق في لسنجي. لأول مرة في تاريخ العرب وفي تاريخ العديد من الدول الأفريقية أنه يتم تحرير الإرسال، وعطينا الحق للإذاعات الجمعياتية غير ربحية الحق في إرسال الخاص عن طريق الليميتر الصغير. صحيح، أنا ديما نقول يعني هذا سيد هشام، ديما نقول هذا كوميول، معنى هذا تأسيس بأخطاء وبإيجابيات، وعلى كل حال سيمكن المشرع الجديد من جديد، معناها من أسيس جوريديك. كما أنا ما سمعت الإذاعة نجم أقول لك شنو قالت أمال مضابي، هو نفس اللي تقول فيه من أول، يعني ما بدينا إلى حد الآن قبل تتخلق كباسامة، فكما بدينا كما لا، ولكن يعني ولكن فما سؤال يطرح نفسه اليوم، مضمون الاستقالتين فيه إيحاء إلى حد ربما التلميح على أساس أنه فما يبدو أنه سي هشام انقطع، نحاولوا نتصلوا به من جديد.
كاب اف ام الكلمة ليك.